اللي بغيت أبينه، الرقم اللي يتم تداوله هو ليس تعريف، هو مثال، مثال إلى فئة من الفئات التي يستوجب الدعم، تستوجب الدعم، الدعم الخاص بالضمان الاجتماعي أو الدعم الخاص بعلاوة الغلاء أو الدعم المعيشي أو كل الدعوم. هذا مثال وليس تعريف، وشكرا معالي الرئيس. ممكن توضح لنا بس كيف مثال سعادة الوزير؟ لأن الموضوع طبعا يخص المجلس كامل، ويا ريتك تعطيه أهمية أكبر. يعني مثال بمعنى أن المبلغ هذا اللي تم ذكره هو المقدار الذي هو يحصل عليه، وليس مقدار الدعوم التي يستحقها. لذلك في البداية وضحت أنك الدعوم تتجاوز هذا المقدار، إن كان هذا دخله بهذا المقدار أو أقل يحصل على كثير من الدعوم التي تتجاوز هذا المقدار مبين في هذا الرقم، وهو على سبيل المثال وليس هو تعريفا نفس ما تفضلت الأستاذة. مشكورة.